احنا بالنسبة لنا قضية القدس مش قضية هنزايد عليها ولا هنتكلم على موقفنا منها ولا على المتانة العلاقات ولا متانة مشاعر الشعب المصري تجاه قضية القدس. انما المرة دي القضية مش بس قضية القدس وقضية العرب، دي قضية عالم الشرعية الدولية فيه بتهدم وبتتغير، والمفروض ان الدول كلها تقف مع بعض عشان ندافع عن الشرعية الدولية. اي رسالة بنبعتها للعالم لما كل قواعد الشرعية الدولية ما يتمش احترامها، اي رسالة بيبعتها مجتمع بيدين الارهاب، مجتمع بيدين التشدد، لازم يكون في وقفة للمجتمع الدولي. الموضوع مش قرار بتصدمه دولة، الموضوع والقرار مش هيغير حاجة، القدس عربية، القدس اسلامية، القدس مسيحية. انما الحقيقة اللي احنا بندافع عنه وهو ده اللي قضية العالم هو الشرعية، حقنا ان احنا نحترم القرارات الدولية، وإلا سيتحول العالم الى عالم بلا قواعد وبلا قيود، وساعتها مش هنقدر نتكلم عن انضباط الارهاب، مش هنقدر نتكلم عن محية عن ان التشدد ما يكونش موجود. اتصور ان كل ده بيخلق تشدد. وانا شاكرة ليكم، واتمنى ان المرة الجاية لما نتكلم نكون بنتكلم واحنا نعي ان كل العالم واقف جنب القدس، واقف جنب القضية الفلسطينية اللي هو بيدافع عنها واصدر القرارات الكتير اللي عشان يحميها. شكرا ليكم.